النهارده معانا واحد من اهم المسؤولين داخل النادي الاهلي، سواء هو موجود جوه المسؤوليه، موجود خارج مجلس الاداره، مش موجود في المسؤوليه، بيعشق النادي الاهلي، هم كله النادي الاهلي. تلاقي اي صفقه من الصفقات الكتيره اللي هنحكي عنها النهارده هو مشارك فيها وليه اليد العليا فيها. معانا ومعاكم النهارده الحاج محمد عبد الوهاب، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. حاج محمد برحب بيك. اهلا بيك كابتن اسلام، انا بشكر حضرتك وبتشكر على المقدمه الجميله ديت اللي اتفرجت عليها، شكر بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يكرمك وخلينا نبدا سخنين على طول. انت على طول سخن، هنبدا وننتهي سخنين. مالك بالزمالك؟ الزمالك؟ انا ماليش دعوه بالزمالك، انا جوه سور النادي الاهلي، مش دعوه باي حاجه ثانيه. هو احنا طول عمرنا كده، يعني احنا جوه سور النادي بتاعنا مالناش دعوه باي حاجه ثانيه. البوست اللي تم اللي انت عملته في على الفيسبوك الخاص بسمير عثمان وتعليقك على سمير عثمان، ضحكت ليه له على اختيار سمير عثمان لاداره مباراه سموحه والزمالك؟ لا، كنت بقرا قبلها بيوم، كان في حكم تاني، الله يعني انا مش عارف اسمه كان ايه. وبعدين فوجئت تاني الصبح في الجرايد بتغيير للكابتن سمير عثمان. طبعا الكابتن سمير يعني ابن اخونا الكبير وكابتننا الكابتن محمود عثمان رحمه الله عليه، وطبعا ده كان بالنسبه لي حاجه جميله جدا. بس يمكن الكابتن سمير يعني ساعات يعني مع الماتشات اللي فيها حساسيه او مع الضغط ساعات في الاخر بيتاخد بيتخطف شويه، فكنت حاسس ان الماتش دوت، ان انا عارف طبعا كابتن حلمي طولان بيلعب ازاي، ويكون قدام فريق زي فريق الزمالك وازاي بيعرف يقفل الماتش وازاي يعني ممكن يفوز على الماتش، في الماتش يمكن يبقى متكهرب شويه. والكابتن سمير ساعات في الاخر كده لما لقى الدنيا متكهربه ساعات بيبقى ايه العمليه يمكن هو على فكره انا عرفت ان هو في عمره دلوقتي، يعني طلع توب ولا ايه مش عارف يعني، فمش عارف بقى، تستغفر ربنا هو. فكنت حاسس من قبل الماتش اسلام ان بيستغفر ربنا على البنالتي يعني. وانا بستغرب كمان ان في حكام طلعت كتير، انا مش طبعا علق على تحكيم العجل، بس انا اللي يعني اللي استغربت له الحكام طلع كتير بتأيد، يعني انا اتفرجت عليها 50 مره مش انا، ويمكن ناس كتيره جدا اللي هو بنالتي واصدقاء كتيره جدا كمان، هتهنا كريم واصدقاء كتيره جدا صحابي زملكاويه بيقول لك يا سيدي طب خلاص بقى عديها لنا يعني بقى يعني سبحان الله. يعني عموما برضه احنا في النادي الاهلي ما بنبصش لغيرنا، كل ده ما بنبصوش، لا والله يعني احنا بنبص لفرقتنا، بس احنا عايزين ان ايه يعني العمليه تبقى فير بس، يعني بس يعني مش عايزين اكتر من كده. شايف ان الاهلي اتظلم تحكيميا السنه دي؟ هو عادي عادي يعني دي غلطات التحكيميه دي تملي بتبقى وارده جدا، بس يمكن السنه دي فيها ايه فيها زياده شويه. ليه؟ لان عندك اجيال كتيره جدا من اللي الحكام اعتزلوا، بقى في اجيال جديده وتملي يمكن بيجربوا فينا، انا مش عارف لجنه الحكام والاتحاد الكوره مبجل شايفها مش بينالتي، لا انا شايف السبرنت بتاع سمير عثمان السبرنت اللي فتحه يعني واخد قرار من قبل ما يقع، يعني انا شايف الولد بتاع سموحه امبلانس يعني هو يعني فقد توازنه ووقع وشايف الموضوع يعني كان الدقيقه اظن 85 ولا حاجه يعني فبقول لك انا يعني انا شايف ان السنه دي كان مره ثانيه هو بيعيدها لك لا لو عدتها 1000 مره يعني مش باينه يعني او بس مش ولاد ولا ايد ولا رجل ولا حاجه، انا مش شايف ايه اي حاجه فيها يعني. الزمالك بيتجامل تحكيميا السنه دي؟ والله الله يعني انا مش عايز اقول كده، لان برضو يعني احنا عارف لو انا راكب الدوري كنت ممكن اقول الكلام ده، لكن انا دلوقتي اقول لك لا اصل هم بيتحججوا النادي الاهلي ما بيتحججش النادي الاهلي ولا يفرق معاه، بس يعني اذا كان هو الساده لجنه الحكام ولا الساده اتحاد الكوره فاكرين ان الصوت العالي بيجيب نتيجه، لا احنا صوتنا عالي وعالي جدا ويمكن ما فيش اعلى من صوت الاهلي، هم الحكام او اللجنه او اتحاد الكره بيخافوا يعني. انا بقول يعني لو هم الموضوع كده لا احنا ممكن نعلي صوتنا وممكن يعني مش عايز بقى اخش واستفيد. بس انتوا بتقولوا الكلام دوت تصريحات في وسائل الاعلام ما بتقدروش تعملوا لا لا واحرز على المجلس الحالي ان هو خلينا اكلمك بمنتهى لا اتكلم بوضوح وانا برد عليك بوضوح اضعف من مجلس حسن حمدي
لا احنا شوف مجالس ما تتقسم اسماء. مجلس النادي الاهلي من 108 سنه للنهارده مجلس اداره قوي وقادر، واذا اراد فعل. واكبر دليل على كده من 3 ايام لما احنا لينا النهارده اكتر من 23 مليون ولا 24 مليون جنيه على التلفزيون، وقلنا مش هنذيع، ولغايه اخر ثانيه قلنا مش هنذيع يا جماعه، وما ذيعناش الماتش عشان ناخد حقوقنا. ولما التلفزيون جه كلمنا قلنا لهم اللي عايز يكلمنا يجي لنا لغايه النادي الاهلي يتكلم معانا، وجم اتفاوضوا عشان يتكلموا. لا بس الناس اتصلت بيكوا واتصلت بالمهندس محمود طاهر رئيس النادي في إيه؟ احنا كنا بنتكلم في يوم الخميس وما كانش حد بيرد. لا مفيش حاجه اسمها ما حدش بيرد. احنا عندنا النادي الاهلي وفي التسلسل، يعني في المهندس محمود موجود، الاستاذ كامل زاهر كان موجود ومتابع الموضوع، اللي هو محمود علام كان موجود، الاستاذ عماد حلمي المدير المالي كان موجود، وهم الاربعه اللي كانوا بيتكلموا في الموضوع دوت. يعني انا استغربت اليوم لما قال لك محمد عبد الله منع، محمد ايش ده قرار زي ده لازم مجلس اداره يعني منع اذاعه. ما هو قيل ان انت اللي كنت ورا منع اذاعه المباراه. ازاي ده قرار منع اذاعه مباراه؟ ده قرار مجلس اداره، ما هيش قرار فردي ولا قرار رئيس النادي منفردا. يعني انا على مدار السنين في مجلس مع الكابتن صالح والكابتن حسن اتعرضنا لمواقف دي كتيره جدا، وكان الكابتن صالح الكابتن حسن كان دايما بيكلمنا احنا هنعمل 1 2 3، كان ساعتها ما كانش وقت طبعا انه اجتمعنا، فكان بالتليفون. ده ما بقاش قرار فردي ابدا، اللي ما يعرفش النادي الاهلي انا بقول له قرار منع اذاعه ده قرار مجلس اداره بالكامل. خليني ارجع لك لتفوق نادي الزمالك السنه دي. وكان تفوق نادي الزمالك ده واضح قبل بدايه الموسم، وتفوقه من الصفقات، ولأول مرة النادي الأهلي من فترة كبيرة يفشل في الدخول في مفاوضات أو في صراع مع نادي الزمالك، وما يقدرش يجيب عدد كبير من الصفقات اللي عقدها نادي الزمالك السنة دي. لا أنا مش معاك في الحتة دي يا كابتن إسلام. ليه؟ لأن احنا الصفقات اللي احنا النادي الأهلي كان مرتبها وكان مترتبها من الجهاز الكرة السابق، كان الكابتن محمد يوسف والكابتن هادي خشبة والكابتن سيد عبد الحفيظ، معظم الأسماء اللي كانت محطوطة 90% منها أو 95% منها جت النادي الأهلي. الصفقات لو أنت بتحكم على صفقة زي بتاعة الشرطة دي، النادي الاهلي ما كانش محتاج يمكن فيها للاعيب واحد، وهم كانوا عايزين فرضين 3 لاعبين منهم. يا حاج محمد بس انتم ما استفدتوش. ما استفدناش يعني انت ممكن تكون جبت 95% من الصفقات بس في النهايه انت حضرتك ما استفدتش من الصفقات دي. ليه؟ انا النهارده انا عندي محمد رزق بيلعب معايا، محمد باسم علي، اسلام رشدي، اسلام رشدي بيلعب في الوقت لو اي وائل، لا اسمه شريف حازم اساسي، يمكن باسم علي اساسي، يعني كل الصفقات اللي انا جبتها النهارده. النيجيري بيلعب معايا، والنيجيري في النهايه في عليه كلام ان هو مش بحجم النادي الاهلي. صلاح الدين سعيد وصلاح الدين سعيد لم يستفد منه النادي الاهلي. لا برضه لا هو الكلام يا حاج محمد ان انت فاكر اللعيبه اللي جت مش بحجم النادي الاهلي. انت فاكر معلش احنا بننسى والناس بتزعل لما الواحد بيفكرهم. انت فاكر فلافيو لما جه اول سنه قعد سنة وما جابش غير جول واحد، جاب جون بظهره في المحلة بالزبط. وكان وجهة نظر مستر مينوال ان دوت لعيب في بوتنشنز عالي وبتاع، وبعد السنة فنانة النادي الاهلي تقيلة. لازم لعيب يجي يتأقلم على طريقة واسلوب النادي الاهلي والإدارة النادي الاهلي عشان بعد كده يدي. مش لعيبها اول ما حط رجله مع النادي الاهلي النادي يعني مختلف وإدارته مختلفة وفريق مختلف عن اي حاجة تانية بره. واحنا بندي الفرصه دي. خليني اكمل لك في تفوق نادي الزمالك السنه دي. والبعض بيقول ان نادي الزمالك راجع لاداره النادي انها اتغيرت بالتزامن مع اداره النادي الاهلي. لكن بصوا نادي الزمالك عمل ايه وبص اداره النادي الاهلي عملت ايه. اداره نادي الزمالك جابت صفقات. انت عايز انت بتاخدني لان انا اتكلم انا ما بحبش اتكلم الا عن النادي الاهلي، النادي اللي يخصني. ما هو انت حضرتك بس النهارده النادي الزمالك، لو قلنا نادي الزمالك معلش بس واحده نادي الزمالك من بدايه الموسم للنهارده كام مدرب؟ 3 مدربين. الكلام ده ما ينفعش يعني. ماشي هو ممكن، فانت ما تسوقنيش بقى، ما تودينيش بقى في حته مش بتاعتنا. يعني خلينا احنا بنتكلم في النادي الاهلي، احنا اداره ما انت مدرب. في النهايه الناس بتعاني من اصرارك على التمسك بجريد ليه؟ لان انا بعمل احلال وتجديد في فرقه. انت لو شفت اسلام، انت النهارده مستر جريدو لما جه او كابتن فتحي مبروك لما الفرقه كان قد ايه عندك لعيبه مصابه، لعيبه بتبطل، لعيبه كبيره في السن. النهارده بيدخل، النهارده شفت انت اخر ماتش يمكن ما كانش بيتذاع، بس الباك ليفت بتاعنا محمد حمدي لعيب مواليد 97 ولا 98. يعني لسه انت بتعمل فرقه 10 سنين قدام. هل سياسه مجلس الاداره مع احتفاظنا بالبطوله
احتفظنا بالبطوله. احنا ما بنعملش فرقه على حساب ان احنا ايه ما فيش بطوله السنه دي، لا احنا تارجت وهدفنا ان شاء الله وباذن الله ربنا وفقنا ونحسم بطوله الدوري باذن الله ان شاء الله. تحسم بطوله الدوري بإذن ده لسه اسالك اقول لك ان الدوري راح، لا راح في راح لا راح في الدوري في مكانه. الدوري في مكانه في مكانه في ايه؟ في مكانه في الجزيره ان شاء الله. يعني هو الكلام ان المسؤولين في نادي الزمالك بيؤكدوا ان الدوري في نادي الزمالك. ده طموح. الفرق 8 نقاط، الفرق في المستوى كبير، ده طموح مشروع على اي حد، في استقرار داخل الفريق داخل نادي الزمالك. يعني بقول لك ده طموح مشروع على اي حد، ان هو كله بنازل بيلعب في بطوله عايز ياخدها. بس انا بقول لحضرتك وانا يعني ان شاء الله باذن الله واثق من اللي انا بقوله ان شاء الله الدوري في مكانه. حاج محمد، ما بتلمس انعدام الثقه في فريق النادي الاهلي ولاول مره من فتره كبيره في الشارع العادي ما بين الجماهير العاديه ما بين الراجل البسيط ان هو مش واثق في جريده ومش واثق في اللاعبين اللي موجودين؟ لا بص، هي الناس تملي بتحب ايه؟ تملي بترجع للقديم. الناس ما يعني اي تغيير بيزعج الناس. الناس خلاص عايزه الهدوء والاستقرار، مش عايزه تتعب نفسها او تنحر مع حد جديد. لما لقوا حد جديد يقول لك يا عم ده ما اللي تعرفه احسن ما نعرفوش، ما ده مثلا موجود عندنا نعرف احسن ما نعرفه. طب سيدي شوف اللي ما تعرفوش او شوف اللي جه جديد، شوف هو يعمل ايه وشوف دماغه في ايه. يعني النهارده احنا الـ 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 بعد سنه الحمد لله النادي عندنا في الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، الاعضاء حسب بطفره في خلال السنه ديت من الانشاءات والحاجات اللي اتعملت جوه النادي. وبرده فريق الكوره، احنا بص احنا النادي الاهلي مش الجمعيه العموميه بس، النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اللي في العالم كله. هو ده اللي احنا بنشتغل علشانه. موضوع النادي كاجتماعي وكمباني ده موضوع منفصل تماما، لكن احنا شغلنا كله، وخلينا نتكلم بوضوح اكتر، النادي الاهلي نادي كوره اساسنا واولنا، الاهلي وزمالك هو كوره. لا احنا بنتكلم في الاهلي، تعمل من منشآت وتفتتح بالظبط. دي برضه موضوع تاني بالزبط. ده موضوع ده بنقول بقى يعني دخلوا تحت بند اقتصادي بند استثماري بقى واتيفر كان هو كان بترضي الجمعيه العموميه واتيفر كان مش برضي، انا بدي الناس حقها بالظبط. يعني انا بدي الناس حقها، لكن انا نادي كوره وشغلي كله وهمي كله هو الكوره واسعاد جماهيري اللي هي اساس وجودي واساس. شايف ان الفرقه دي ممكن تستمر وفرقه ممكن تسعد الجماهير النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، لان انت عندك احسن افراد موجودين على في مصر كلها، ودليل على كده لو شفت المستر كوبر. مال هزايم المتتاليه يعني. لا بص النهارده اسلام في حاجه، النهارده انت ما عندكش استقرار حتى في الملعب اللي انت بتلعب عليه. انت بتاخدني العب في الجونه، بترجعني العب في بترو سبورت، مش بتوديني مش عارف العب فين. فين يا جماعه انا فين الملعب بتاعي اللي انا بلعب عليه؟ اي فرقه في الدنيا. وبعدين فرقه النهارده انت عارف، بقول لك انت بعد كم المصابين اللي عندك واللي بيقع منك كل ماتش، وانت عندك احسن هداف موجود مش بقاله سايبك بقاله من ساعه ماتش اللي انت اجبرتني اتحاد الكره مبجل اجبرني اروح العب في الاسيوطي على ارض زي ديت، وخسرت احسن فيرويد موجود في مصر. عمرو جمال عمرو جمال بقاله غايب عني بقاله قد ايه؟ هل اصابه عمرو جمال ديت مسؤوليه اتحاد الكوره؟ مش مسؤوليه النهارده. عمرو جمال كان في ملعب غير صالح، وديتني في ملعب غير صالح ان اتلعب عليه اصلا. بتاع العلم في الملعب الاسيوطي ده بعد ما كان هرجع واقول لك السؤال يعني اللي قلته في الاول. يعني هي دي قوه مجلس الاداره، كان قبل كده ما حدش يقدر يمشي كلمه على حسن حمدي ومجلسه. لا مش حتى تمشي كلمه، هو برضه والنادي الاهلي مجلس ادارته ما حدش يقدر يمشي كلمه هو على ضد رغبته. بس انا النهارده انا الكوره بتقول لك خلاص انا هروح العب، وراح خلاص هي عايز يروح يلعبوا في الحته دي يلعبوا في الحته دي. بس الكوره لو طلبت مجلس اداره ان هو يقف وياخد موقف انه ما يلعبش، والله لو مين مش هلعب مش هروح مش هاجي. يعني حته الاذاعه دي كانت تخص مجلس اداره، مالهاش دعوه بالكوره. مجلس اداره اللي خد قراره ان مفيش اذاعه، ان انا ليا فلوس متاخره قد كده مش هلعب الا لما استوفي واخد فلوسي. بنسبه قد ايه النادي الاهلي استفاد من الصفقات اللي عقدها السنه دي لغايه دلوقتي؟ انا يعني انا بقول يمكن بحوالي 70% يمكن 70%. ليه النادي الاهلي فشل في ضم الثلاثي معروف يوسف واحمد ديودار وخالد قمر؟ مش فشل، النادي الاهلي ما كانش عنده رغبه في ضم، مع تفاضي مع احترام طبعا اللعيبه كلها، بضم اتنين من الثلاثه. النادي الاهلي كان عايز مش بقدرش اقول النادي لعيبه في الملعب يعني. النادي الاهلي كان عايز ياخد واحد من الثلاثه اللي هو خالد قمر. لا يعني ما لا برضه مش خالد برضه احمد ودار معلش ولا برضه مش احمد ودار يبقى معروف يوسف يبقى وصلنا. لا يعني انا بقول لك على حاجه، لا يعني انا بقول لك يعني احنا واحنا ما بناخدش حد عشان نحطه في ثلاجه. حاج محمد الكابتن علاء صادق راح لغايه مكتب رئيس نادي اتحاد الشرطه وكان لديه رغبه في ضم الثلاث لاعبين. لا ده العكس بقى. يعني ممكن ترجع بقى رئيس اتحاد الشرطه والكابتن علي فيت. كابتن علاء يمكن انا اللي رحت
وقالوا لي الثلاث لعيبه. وبعد كده الكابتن علاء كان جه استلم الكوره وقلت له موضوع 1 2 3. الكابتن علاء راح قال لهم لا احنا عايزين واحد من الثلاثه. وطبعا كابتن علاء بصفته راجل مشرف على الكوره هو اللي شايف, هو اللي حاطط, هو دي مسؤوليته, هو اللي شايف اللي هو عايزه جاي. الاخر هو دي كانت الايه الحجه بتاعه المسؤولين عن اتحاد الشرطه, لكن ان هم عايزين يبيعوا ثلاثه مره واحده مش هيبيعوا واحد. المعروف اعلاميا ان الزمالك واداره نادي الزمالك تفوقت في كل الصفات. زي ايمن حفني. لا ايمن حفني كان ليه موضوع تاني, يعني كان موضوع تاني مش هنتكلم فيه, بس يعني كان يعني ايمن حفني, يعني ايمن حفني كان معروض على النادي الاهلي, والنادي الاهلي كان ليه بعض التحفظات خاصة بأمور فنية. لا يعني احنا احتفظ بيها برضو للنادي, يعني احتفظ بيها للنادي. هل أمور سلوكية؟ لا 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 سمح الله. لا لا ولد زي الفل وولد ولد كويس, بس كان يعني هي فنية يا أخلاقية. لأن أنا النهاردة لما بجيب ما بجيبش لعيب بس عشان يبقى اسمي خدت لعيب أو أنا خدت صفقة, لا أنا بجيب لعيب. ما كنتوا بتعملوا قبل كده بالأسلوب دوت وبالطريقة دي؟ لا ما عملناش قبل كده ولا عمرنا عملنا ولا هنعمل. أمال اللي سيبك من الكلام واللي أنا لسه هكمل لحضرتك. معلش وانا بكمل لحضرتك برضه, لكن يعني انا بكون عندي انا عندي تريكا وعماد النحاس واسلام الشاطر وعبد الله السعيد وسيد معوض ومحمد بركات. ده ما كانش لا ده كل واحد بيشتغل. لا اما دي الحته اللي عايز اقولها لك. يعني انا النهارده مش هجيب لعيب. انا في حته لو عندي فيها 2 لعيبه او في 3 او في ناس طالعه من تحت, انا مش محتاج ان انا اجيب حد فيها. يعني انا شايف الحته بتاعت ايمن او جهاز كان شايف ان هو مش عايزينه في الحته دي. فخلاص يبقى انا مش هجيب ايمن. مش عايزينه في الحته دي بعد اعتزال ابو تريكا. مش عايزين, هم مش عايزين, هو ما فيش مجلس اداره عشان تبقى عارف طول عمر النادي الاهلي كده. وفي وجود لجنه الكوره السابقه والاجيال السابقه كلها ما فيش حد يقدر يفرض لعيب على الكوره. الكوره هي اللي تقول وحاطه خطتها عايزه مين ومين ومين وفي الحته الفلانيه وبتحط اختيارات. لا اما ده لا اما الكلام ده اللي حضرتك بتقوله ايام لما كان في لجنه كوره برئاسه حسن حمدي رئيس النادي وبرئاسه ونائبه محمود الخطيب. وطبعا ما حدش يقدر يتكلم على كابتن محمود الخطيب الى جانب هادي خشبه وسيد عبد الحفيظ. وفي مشرف عام على الكوره من مجلس الاداره مفوضه المهندس محمود طاهر, وهو في الكابتن علاء عبد الصادق, وفي الكابتن وائل جمعه مع المدير الفني اللي موجود. دي مجموعه 4. وبرده يستعينوا من يراء لهم في مثلا لو في عين خبيره لو في بتاع يستعينوا منها. ما قلتليش السبب اللي خلاك ترفضه ايمن حلمي. انا بقول لك ان في اماكن, يعني كان في اماكن كذا حد في المكان ده ما كناش عايزين حد في المكان بنفس كفايه ايمن حفني. والله يعني هل انت عندك نفس كفايه ايمن حفني؟ بص يا اسلام, بيبقى في وجهه نظر فنيه انت ما تقدرش تبص لها بعين انت كعضو مجلس اداره او بعين انت مشجع كوره او راجل محب للكوره. هم عارفين والكوتش عارف هو عايز مين وفي الحته الفلانيه ويعرف يشغل مين. كنتوا يعني بيبقى عندكم مثلا لاعب اكتر من مركز في يعني اكتر من لاعب في مركز واحد وبتروحوا تجيبوا واحد رابع. يعني انتوا كان بيبقى عندكم بركات وابو تريكه وتروحوا تتعاقدوا مع عبد الله السعيد. طبعا لا بركات طبعاً في حته. انت عارف مين اللي خلص عبد الله؟ لا لا بس بركات في حته وابو تريكه في حته. يعني ومين اللي خبى في مدينه نصر؟ كانت مدينه نصر ولا مصر الجديده؟ هو كان ده مكان هو في الاهلي. طيب. المهم بس ده في حته يعني وجهه نظر فنيه. عفوا انا ما اقدرش اتدخل فيها يعني. واحنا بنحترمها طبعا. هم عايزين ايه؟ ما اقدرش تفرض عليهم واحد تقول لا والنبي خد اللعيب ده. لا انا واحد من الناس اتمنى طبعا ايمن حفني لعيب كويس جدا واتمنى انه يكون موجود يعني. مش شايف ان انتوا دلوقتي اخطأتوا بان انتوا ما ضمتوش ايمن حفني بعد تألقه, بعد ان هو بقى محور اداء نادي الزمالك, بعد ان هو بقى اهم لاعب موجود دلوقتي في مصر؟ لا لا, يمكن ربنا وفق كابتن ايمن في فرقته. احنا عندنا الحمد لله لعيبه مميزين جدا ومميزين جدا ويغطوا المكان دوت وبتاع. يعني مش حاسين او ده الكلام يعني الفيدباك او الانطباع اللي عند الكوره عندنا ما عنده فيش قصور في الحته بتاعه الكابتن ايمن دي. مؤمن زكريا هو صفقه اعلاميه وليست صفقه فنيه, صح ولا لا؟ لا طبعا. ما كنتوش لا. عايزين تردوا على الزمالك بال 17 صفقه؟ لا 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 لا, بان انتوا تضموا مؤمن زكريا؟ لا 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 خالص. ما تمش صفقه او اتفاق ما بين علاء عبد الصادق وماجد النجاة؟ لا لا, خلي بالك يعلوا على الزمالك ويبالوا مع نادي الزمالك. خلي بالك احنا لو عايزين نرد اتفضل. لو عايزين نرد زي ما انت بتقول اعلاميا كان في ردود كتيره جدا. زي لا مش لا اديني امثله. لا مش هديك امثله. بقول لك انا كان في ردود جدا مع لاعبين وانا معاك انت شخصيا معايا انا شخصيا وانا عرضت على الباشمهندس محمود طاهر مرضي يعني ما وافقش.
كان في لاعبين واحد اثنين ثلاثه لا مش هقدرش اخش في مثال زي عمر جابر مثلا. لا مش لا مش هقول بقى مش انا مش هسمي يعني انا بتكلم لحقيقه. طيب انا المعلومه المؤكده اللي عندي انت عارف انا يعني وقت الحوار اللي عملته مع عمر جابر اللي يعني اثار الضجه اللي كان في مصر اليوم ان حضرتك كلمته بعدها عن طريق بعض الوسطاء وقلت له اللي انت عاوزه ويمكن الولد ما كانش عنده رغبة علشان الولد متربي في نادي الزمالك من وهو عنده 7 سنين يعني. لا طبعا عمر جابر لعيب كويس جدا كويس مهاريا كويس أخلاقيا ويزود أي فرقة هو يروح فيها بس بالذات المكان بتاع كابتن هديب ده اللي كنت بقولك عليه بقى زي أيمن حيفني كده. المكان بتاع عمر جابر النادي الأهلي فيه 3 ورا بعض ثلاثة بسم الله ما شاء الله كل واحد. أيوة بس ده عمر جابر. أيوة ده كابتن نادي الزمالك. طيب وانا طب وانا عندي وفوطوه عندي باسم علي عندي 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 محمد هاني يعني مع عندي احترامي يعني يعني في عندي في عندي لا يعني في عندي اسامي ده عمر جابر معلش يا سيدي ما انا بقول لك ان يزود اي حته كابتن وفي النهايه انت جاي من نادي الزمالك. لا ما لا من الحته دي بقى مش عايزين ناخدها. خلي بالك برضو احنا ايه احنا امناء على فلوس النادي برضو الاهلي احنا مش مجرد ان انا اقعد اشتري بس لاعبين عشان ايه اضيع فرص على 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 فرق تانية او ان انا اخطف لاعبين. لا الموضوع مش 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 كده. خلينا نتكلم باحترافيه اكتر خلينا نتكلم باحترافيه اكتر لو النبي يرجع لي بس على وش الحاج محمد بس بعد اذنك عشان بعد الجملتين دول خلينا لا لا خلينا بقول لك نتكلم باحترافيه اكتر يعني حاج يعني خلينا ناخد النادي الاهلي معروف عنه ان هو ما وراهوش غير تفريغ الانديه من اهم لاعبيه ويمكن الحاج عادل القيعي او المهندس عادل القيعي مدير التسويق اشتهر بده ويمكن ما قيل وما تردد ان من بعد ما مشي عادل القيعي النادي الاهلي بقت يعني رجلي مكسوره بالبلدي. لا هي مش حته طبعا مش مهندس عادل قيمه وقامه طبعا حاجه كويسه بس مشكله يمكن من قبل برضه في المجلس السابق او في اخر 3 سنين قبل ما احنا نيجي كانت الظروف الماديه والماليه في النادي ما كانتش بتسمح بشراء اللاعبين مع المغالاه طبعا في الاسعار بتاعت اللاعبين الكبيره. يعني يمكن اخر صفقه جت كانت كبيره هو عبد الله سعيد بعد كده اللي جت من خلال حرتها بعد كده كانت الارقام كبيره جدا وكان النادي بيعاني من ازمه ماليه طاحنه عشان الظروف الاقتصاديه بتضمن فكانش عندك حتى الفرصه ان انت بتعمل احلال وتجديد اللي كان محتاجاه الفرقه في الوقت ده. لكن انتوا ما افتقدتوش عادل القيعي. لا هو احنا ليه باشمهندس عادل ما هو معانا يعني موجود مش يعني ده راجل عاشق للنادي الاهلي يعني انا لما كنت بره مجلس اداره ما كنت ما موجود يعني لو حد رفع سماعه انا موجود. كلنا كده في النادي الاهلي يعني كلنا رحنا اشاره النادي الاهلي مش مجرد ان انا عندي كرسي او ان انا موظف بره النادي الاهلي. محمد عبد الوهاب عمل كم صفقه للنادي الاهلي بره المسؤوليه لكن. بالاسماء لا كتير زي في وليد سليمان شريف عبد الفضيل وليد سليمان عبد الله هل الصفقات دي كانت بتنسب لعادل القيعي؟ طبعا ده دوره هو مش دوري انا لا ده دوره هي لا وكتير يعني في حاجات كتيره جدا حتى وانا في المجلس من سنه 2000 حاجات بس لازم هو ده دوره الاساسي وده راجل يعني متواجد في النادي عشان نخلص حاجات دي يعني احنا ما عندناش اللقطه ما عندناش مين اللي ياخد اللقطه ومين اللي ياخد ما عندناش الحته دي ان كلنا بنذوب عشقا في الكيان اللي اسمه النادي الاهلي بس هو ده الاساس. هل ابتعاد رجال الاعمال عن تمويل النادي فتره من الفترات هو سبب فشل النادي الاهلي في اتمام صفقات؟ انا حته فشل دي جامده. النادي الاهلي الحمد لله لم يفشل ابدا يعني خالص. النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي لم يفشل. ممكن انت ما توفقتش بس لا فشل دي مش موجوده عندنا في الخمس. بس هو اعتراف من حضرتك لتفوق الزمالك في الصفقات السنه. لا ده اعتراف حضرتك انت. لا انا ماليش دعوه. انا 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 اكيد انا لا انا بقول لك اعتراف انت بتقول انت اللي بتقول. لا انا بقول لك اللي بيتردد في لا اللي بيتردد بيتردد لكن احنا اللي عندنا وسائل اعلام لكن الحمد لله احنا شغلنا عاملينه يعني اللي احنا عايزينه عاملينه واللي احنا بنجيبه يعني اللي احنا الحمد لله يعني احنا ما وقفناش على حاجه ما وقفناش على حاجه بالنسبه للعيبه ما وقفناش على حاجه بالنسبه للمدرب ما وقفناش على حاجه بالحاجات دي خالص مع ان النهارده لما المجلس الحالي استلم النادي الاهلي كانت في خزينه النادي الاهلي 180 الف جنيه بس اللي هي ما تكفيش مثلا مرتب لعيب ده في المجلس الحالي في 2014 في 28/3/2014 بس الحمد لله 180 الف جنيه بس يعني بس مع الحمد لله مع الصفقات اللي جت مع الطفره اللي حصلت دي يعني احنا الحمد لله النادي الاهلي ما فيش حاجه بتعوقه يعني وده مش ذنب المجلس السابق لا دي ظروف اقتصاديه كلها وكانت اعباء كتيره موجوده على النادي.
امال ليه فتره من الفترات بيتهم النادي الاهلي ان في مشاكل مستحقات ماليه للاعبين، مستحقات ماليه لبعض الالعاب، عدم اتمام او عدم الوفاء بالالتزامات الماليه الخاصه باللاعبين اللي تم التعاقد معاهم في الموسم الحالي؟ تمام. لا مش الحالي، لا مفيش، لا لا قبل كده طبعا. انا بقول لك تبقى للظروف الماليه، فكان في النشاط الرياضي كان ليه فلوس، اللاعبين كان ليها مبالغ كبيره جدا، تم جدوله واللاعبين اللي مشيت زي احمد فتحي زي شهاب زي شديد، اللاعبين اللي مشيت كمان كان ليها فلوس، تم جدوله الفلوس ديت هياخدوها 1 2 3 4 بجدول ما ماشيين عليه، اللاعبين اللي موجودين تم جدوله الفلوس وخلاص يعني اوشكت على كل ما هو قديم اوشك على انتهى. هل المجلس الحالي كان ليه اول لما يعني تم انتخابه كان هدفه تصفيه الحسابات واقصاء كل رجال حسن حمدي؟ خالص. بعد الفاصل. والدليل على كده ايه ده؟ انتوا مشيتوا 3 ارباع الناس. مين ده الدليل على كده؟ ما تضحكش 90%. لا ما بضحكش، لا بتكلم واقع خالص، ما عندناش اقصاء ولا بنبص ورانا في حاجه خلص. ليه؟ لان هو احنا بتتواصل الاجيال عادي، يعني بتتواصل الاجيال دي طبيعي، ويعني يعني لولا الكابتن حسن ما كانش يبقى فيه محمود طاهر، فيعني ده لازم، هي دي سنه حياه. بس طبعا الناس دي انجزت، الناس اللي قبلنا انجزت، واحنا بنعترف ونقر وما اقدرش اقول ليه كناش بنحس بالمشاكل ديت ايام مجلس حسن حمدي دي. لا بالعكس، انت نسيت، وانت كنت فراك حاجه انك تقعد تقطع في المجلس. لا ما لهاش علاقه. خلينا نطلع فاصل وبعدين خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع الحاج محمد عبد الوهاب. اسمع، انا طبعا ما انا عارف ان انت تقول كده. ماشي. خليني اقول لك في الكوره. أيوة. اللي هو الاهم. محمد عامر. سيد عبد الحفيظ. هادي خشبه. دي اسماء. عدم الاستعانه كمان بمحمد بركات، عدم الاستعانه بمحمد ابو تريكه، وما تردد طبعا عشان ميوله السياسيه خالص. ازاي خالص؟ لا لا لا، انت خلصت ولا خلينا خلينا ده من ضمن الاسماء اللي انا فاكرها. بص احنا بالنسبه طبعا خلينا نتكلم لقطاع الناشئين. طبعا كابتن محمد عامر عامل شغل كويس جدا، وكابتن عماد النحاس، بس كان في بعض الايه يعني كنت عايز تعمل بعض، تدخل حاجات حديثه شويه في اسلوب والخصوص من المدرسه لفوق، فتم الاختيار تبقى مع تم اختيار الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. وطبعا كابتن عزيز عبد الشافي يعني مش واحد غريب عن النادي الاهلي، يعني ابن من ابناء النادي الاهلي، واللي اشتغل طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي. يعني والراجل عامل شغل كويس جدا جدا الحمد لله، وده عاده النادي الاهلي، يعني ولاده يعني واحد بيبقى موجود سنه سنتين وبعدين بيجي بدل واحد، دايما بتطور يعني. كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن هادي خشبه وكابتن محمد يوسف تم التجديد اعطاء الثقه ليهم اكتر من مرتين ثلاثه. لما حصل والكابتن محمد يوسف طلع على الشات التلفزيون واتكلم على وكان ليه حق سابقه مش موجود قبل كده، ما حصلش قبل كده في تاريخ النادي الاهلي، يطلع يتكلم على اعضاء مجلس اداره ايا كان بقى، قال ايه ولا هم مين، انه يتكلم وتتناول كلام، وخصوصا ما كلام ما حصلش على طبعا كابتن حديث ده بالنسبه لي اخويا الصغير وحبيبي جدا يعني وعزيزه جدا وفنيات عاليه جدا، بس لما يطلع توصل الموضوع للموضوع دوت فكان لازم كان يبقى في وقفه. طب ده محمد يوسف مشي عشان يتكلم، سيد عبد الحفيظ مشي ليه؟ لا انت الجهاز كله اتغير، الجهاز كله في الوقت ده كان بيتغير. هل فعلا عشان سيد عبد الحفيظ هو اللي حرض محمد يوسف وهو اللي اتكلم بطريقه؟ بص خلينا نتكلم بصراحه. بص اصلا عشان بص عشان لو يعني نتكلم بصراحه انا النادي الاهلي تفاصيله وما يدور جوه النادي الاهلي عمره ما يطلع بره. لا مش بعرف. لا بس بقى بيطلع دلوقتي يعني. لا ولا عمره هيطلع. القرار اتاخد، القرار اتاخد جوانبه بقى ايه مش عارف ايه، كله خلاص القرار اتاخد، كله بيقول خلاص. يمكن الوضع كان اللي حضرتك مش هخش في التفاصيل، وكلهم ولاد النادي الاهلي، كلهم خدموا النادي الاهلي، والناس دي تاني هيرجعوا للنادي الاهلي، النادي الاهلي يعني بيتنا كلنا. بس مش هيرجعوا في عهد المجلس الحالي. لا ليه؟
ليه؟ يعني ليه؟ انا ممكن الاقي سيد عبد الحفيظ موجود مدير كرة؟ وارد جدا طبعا. وكابتن سيد ده في كابتن سيد يعني قيمه برضه, وراجل عمل شغل جامد جدا كمدير الكوره. كابتن هادي خشبه عمل شغل جدا, وهي كده يعني. يعني كابتن ثابت البطل الله رحمه الله عليه مسك كوره, مسك قد ايه ومشي ورجع تاني. يعني ما بس كان مجلس على عبد الصادق اهو, على عبد الصادق يعني واحد اللي موجود. لا يعني يعني, يعني على عبد الصادق عمره ما كان هيدخل النادي الاهلي ومجلس حسن حمدي موجود. لا لا مفيش مفيش هو عشان وقفته في الانتخابات. لا 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 مش لا مش لا لا خالص خالص. طب انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. ان اكتر واحد كان معترض على رجوع الكابتن عبد الصادق كان مهندس حمود طاهر. لا عشان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده, قال لك ان هو يتحسب عليا انا بتقوله ده. مفيش عندنا في الكوره اسمها يتحسب. مع احترامي لكفاءه واحد من اكفأ الاداريين اللي موجودين في مصر. اقول لك على حاجه يا اسلام والله, بس انا بقول لحضرتك دايما انا بيحضرني حاجه دلوقتي اقولها لك. وكابتن صالح وهو في دار الحق وكان في وقت من الاوقات كده كنت قابلته في باريس, وكان في كان في ساعتها كان كان تغيير لمدير الكوره, كان في حاجه يعني. فبيقول له محمد نادي الاهلي ده بالترتيب اللي هقوله لك هم دول اللي اشتغلوا. طبعا كان لسه سيد بيلعب كوره وكابتن هادي وبتاع اللي اشتغلوا مدير الكوره في النادي الاهلي. ثابت البطل, علاء عبد الصادق, محمد رمضان, هم دول اللي اصلحوا والله العظيم ثلاثه اسلام, هم دول اللي اصلحوا يمسكوا مديرين كورة في النادي الاهلي. فاهمين يعني ايه ادارة كورة في النادي الاهلي. ثابت البطل رحمة الله عليه, علاء عبد الصادق, محمد رمضان بقى احتفاظ الالقاب يعني. هو فين محمد رمضان؟ محمد بقى بيزنس مان جامد قوي دلوقتي اصلا. يعني هو سابق. لا هو سابق يمكن ان هو اتجه محمد هو محمد يعني عشان يعني فتح بيت في النهايه. ولا النادي الاهلي مش سائل فيه. لا هو لا هو لا هو محمد عنده شغله الخاص يعني. عنده شغله الخاص ربنا يوفقه يعني ويكرمه, بس عنده شغله الخاص. ومحمد يعني محمد رمضان طبعا ده يعني عايش. طب هو ليه النادي الاهلي دايما في الفتره اللي فاتت ديت بقى في عدد من نجومه بعيدين عنه, ناس زي دي من الحاجات اللي مزعلاني جدا بقى. ليه انت بس انت مش ممكن يعني يعني واحد بحجم مختار لا ربيع ياسين, ربيع ياسين, علاء مهوب, علاء مهوب, لسه وليد صلاح, محمد عمارة, وليد صلاح, لسه انا يمكن سالت يعني عندك خالد بيبو عندك في الراديو خالد بيبو. لا يعني عندك ولا بس انت هتجيب يعني فين ولا فين يعني فين. محمد بركات قال لك لا انا عايز اتجاه اعلامي وبتاع عشان انت برضه قلت من شويه بالزبط. محمد بركات لا بس انت انا نفسي ده تواجدوا بس يعني وجد لهم بقى الاماكن اللي تواجدوا فيها. بس انا نفسي كل اولاد الاهلي يبقوا موجودين في النادي الاهلي. ما هي اسباب عدم الاستعانه بمحمد ابو تريكه نجم النادي الاهلي؟ يعني تلاقي ان وائل جمعه مع كامل احترامي ليه طبعا هو اسم كبير جدا في الكره المصريه مش في النادي الاهلي وبس, تم الاستعانه بيه على طول كمدير للكوره في النادي الاهلي. لكن محمد ابو تريكه علشان ما يتردد ان هو يتبع الاخوان المسلمين. لا لا بس الموضوع ده بص تم منعه وتم عدم الاستعانه بيه. احنا تملي بيقولوا النادي الاهلي ايا كان انتمائك يميني يسار فوق وتحت, انت قبل اول ما تخش باب النادي الاهلي بتقلع العباءه السياسيه بتاعتك وتخش النادي الاهلي. انت داخل النادي الاهلي للنادي الاهلي, مفيش كلام جوه عندنا في السياسه, مفيش حاجه اسمها انتماء لايا كان مهما يعني كان. يعني يمكن دوت مختلف على الكلام اللي لا كان لا اتهم بيه احمد سعيد نائب رئيس النادي الاهلي, وان هو كان بيستغل يعني. وبعدين في الاخر احمد سعيد استقال اصلا من او علاقته يعني هو رئيس حزب لا سياسي. لا طب هو مهندس محمود طاهر كان رئيس حزب سياسي برضه واستقال, بس كان بيجتمع احمد يعني سعيد بعدد من انصاره او بعدد من التابعين ولا عمر يعني في حزب السياسي داخل النادي الاهلي. مفيش حد ناله اتهامات في خلال السنه اللي فاتت دي قد الدكتور احمد سعيد. واكتر واحد من الناس يعني مش اكتر واحد من اكتر الناس اللي شغاله وشغاله باخلاص وبتضيف للنادي الاهلي وبيعمل نقله لإدارة. أنا حضرت طبعا مكاتب تنفيذية كتير, بس بيعمل نقلة في إدارة النادي وإدارة المكاتب التنفيذية بيعمل نقلة في النادي الأهلي. بس هو ما بيحبش يعني بيحب يشتغل في صمت, بيحب بعيدا عن الأضواء وما بيحبش يتحدث, لا يجيد برغم أنه سياسي ناجح جدا وراجل أعمال ناجح جدا جدا جدا, بس لا يجيد التحدث. ما يعني إيه الاستفادة منه؟ يعني أنا النهاردة لما يكون نائب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ورئيس المكتب التنفيذي ويجي لي الدورة اللي بعدها نائب مع كامل احترامي شخصية محترمة جدا الدكتور أحمد سعيد, لكن أنا بتكلم على النادي الأهلي نادي رياضي ونادي طبعا اجتماعي, وبتكلم في النهاية على قيمة هي يعني الأفضل في تاريخ الكرة المصرية اللي هو محمود الخطيب. طبعا طبعا لما يجي نائب رئيس النادي الأهلي بعديها في الدورة اللي بعديها يبقى راجل كل علاقته أو كل مؤهلاته إن هو
رجل ليه دور سياسي انت او عنده انت, انت انت بتقول كده كل علاقته انه رجل سياسي. انا بقول لك انه بيتردد مش انا لاعب لاعب اولمبياد 84 في لوس انجلوس هو ولا الخطيب. انا بتكلم انا بتكلم رياضيا انا بتكلم كنادي اهلي بقى بتكلم رياضيا انت كابتن خطيب ده موضوع ده موضوع تاني ما نقدرش نتكلم فيه ولا نخش فيه كطبعا كتاريخ في الكوره وعلينا عمرنا كابتن خطيب رفض يترأس لجنه الكوره ولا انت دخلني من سؤال لسؤال ايه؟ لا ما انا خلينا نتكلم عشان انت كده دخلت في الدكتور احمد سعيد وانا راجل اقدر الراجل ده جدا وانا اقدر شغله جامد. لا من غير ما افكر في الاجابه انا بتكلم في بطل رياضي من عيله رياضيه عريقه جدا فاهم يعني ايه رياضه فاهم يعني ايه نادي اهلي راجح واحد مولود جوه سور النادي الاهلي ما غابش عن النادي الاهلي راجل يذوب عشقا في النادي الاهلي ويشتغل عشان النادي الاهلي ويقولك بيعمل نقله للنادي الاهلي حضاريه جدا الناس ابتدت شعرت بيها السنه دي ولسه اللي جاي افضل بكتير. قول لي واحد اتنين ثلاثه استفاد منه النادي الاهلي من الدكتور احمد سعيد. استفاد النادي الاهلي من ترأس الدكتور احمد سعيد للمكتب التنفيذي في اداره النادي. انت عارف المكتب التنفيذي ده مطبخ اللي بيمشي النادي في اداره هو ولا محرم الراغب كان يفيد النادي؟ لا انت هو ولا مجدي عبد الغني انت عايز تسالني ولا بتوقعني؟ لا انا ما بوقعكش انا بسالك. عارف لو اتكلمنا بقى وانا اقول الكلام اللي ربنا يشهد عليا الصح اتكلم فين؟ اتكلم فين؟ اتكلم مش كده اللي كان قلع الجاكيت في اجتماع مجلس اداره زمان في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي ولا لا؟ خلينا في طيب في الحال سيبك اعديها خلينا الدكتور احمد سعيد النادي الاهلي افاد النادي الاهلي بيفيد النادي الاهلي كويس جدا. ما رديتش على سؤالي هو ولا محرم الراغب ولا هو ولا مجدي. كل واحد ليه اسلوبه وليه طريقته وليه فكره. ده انت كده بترد رد دبلوماسي. لا مش دبلوماسي انا بتكلم الرد الواقعي اللي على الارض الواقع. النهارده اللي عند الدكتور احمد سعيد مش موجود ولا كان عند كتطور للنادي ونقل النادي نقله حضاريه مش موجود ولا عند الكابتن مجدي عبد الغني ولا موجود عند الكابتن محرم. مش موجود طبعا طبعا. شايف ان مجدي عبد الغني ما كانش هيفيد باسمه ونجوميته اكيد بالبنالتي اللي جابه في كاس العالم اكيد. لا سيب البنالتي ده اللي طلع علينا بيه بس اكيد ماشي. كابتن مجدي في دماغه كان حاجات كتيره طبعا كان عايز يعملها ما كانش نزل واكيد والكابتن محرم طبعا بالخبره الطويله قوي كنت عارف ان احمد سعيد هينجح انا كنت واثق انه هينجح. انت بتقول كده دلوقتي ولا لا ما انت ما سالتنيش قبل كده انا كنت واثق انه هينجح وانا عايز اقول لك على حاجه يعني احنا من حظنا ان الدكتور احمد سعيد نجح يعني انا راجل يمكن انا المس الكلام دوت وانا شغال معاه النهارده بقالي سنه انا يمكن للاسف الشديد جدا ما كنتش اعرف الدكتور احمد سعيد من قبل كده ما عرفتوش الا من ايام الانتخابات والمجال بس انا بتاسف الفتره اللي كنتش عارفه فيها بس انا يعني استفدت كتير جدا من تواجدي معه في المكتب التنفيذي وفي اسلوبه الحضاري جدا وفي حبه كمان للنادي ونظريته للنادي في الفتره المستقبليه. هل لان ليه علاقه ببعض رجال الاعمال خالص مش مفيش تداخل في الكلام ده خالص سيبك من الكلام ده شايف ان رجال الاعمال بيفيدوا النادي الاهلي دلوقتي ولا والله يعني النادي الاهلي كده مثلا كنا بنسمع عن ياسين منصور عن بعض الـ الاسماء الاخرى النادي من الاهلي رجال الأعمال. النادي الاهلي بص النادي الاهلي انا بقول النادي الاهلي مش هيشوف ولا شاف ولا هيشوف حد هيفيد النادي الاهلي زي كان الاستاذ ياسين منصور خالص حبا في النادي الاهلي وعشقا وتفاني من غير ما حد يعرف لكن سيبك بقى النادي الاهلي بيضيف لاي حد بيضيف لاي حد حتى لو حد عايز يديله حاجه طبعا الاهلي والنادي الزمالك بيضيفوا لاي حد بقول لك بيضيف لاي حد عشان ما يفتكرش اي رئيس النادي الاهلي النادي الاهلي مش مستني حاجه من اي حد يعني الحمد لله احنا مش مستنيين حاجه من اي حد والنادي الاهلي قائم كفايه علينا جمهورنا يعني حاج محمد شايف ان المجلس الحالي بالخلافات اللي كانت موجوده في بداية تولي المسؤولية دلوقتي انتهت الخلافات ديت ولا لا هي خلافات ايه الخلافات ايه يا سلام يعني زي مثلا ما يقولك ان الحاج محمد عبد الوهاب ملوش دعوه بالصفقات لا ما سيبك ان تم تهميش دور محمد عبد الوهاب في المجلس اللي يقول يقول ما بقول لك انت نفسك كنت زعلان فتره من الفترات وما دخلتش النادي وما حضرتش مجالس ادارات لا انا كنت زعلان لموقف معين وانا غلطت نفسي فيه يعني انا غلطت محمد عبد الوهاب فيه لان ما ينفعش انا وانا بتواجدي وانا اقدم واحد ان انا اخد موقف وازعل من النادي ما ينفعش الناس دي اللي جت وانتخبتني وقفت عشان حتى لو ما انتخبونيش وجم نزلوا من بيتهم وجم جماعه عموميه ما ينفعش ما تخش انا لو على نقاله هروح احضر مجلس اداره
هطلع لفاصل، وبعد الفاصل هرجعك بالأزمة اللي حصلت داخل النادي الأهلي بسبب علاقتك برئيس نادي زمان. ما احنا بص أصل الناس لما بتيجي تستضيف حد يعني بتخجل ان هي تتكلم او تكشف دوت او تدي فرصه للضيف ان هو يوضح دوت للناس او للمشاهدين. فانا بدي لك فرصه ان انت توضح بدل ما الكلام يتردد حق عليا. لا لا انت لا انت طيب يا اسلام. طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل مع الحاج محمد عبد الوهاب. حاج محمد، الازمه الأخيرة أو الأزمة اللي كانت حصلت مع مجلس الإدارة بسبب أنك أنت كلمت رئيس نادي الزمالك بدون الرجوع لمجلس الإدارة، واتفقت أن أنتوا هتعملوا مؤتمر صحفي في اتحاد الكورة، ونجل رئيس نادي الزمالك أحمد مرتضى راح اتحاد الكورة على اعتبار أن هيتعمل مؤتمر صحفي ما بين مسؤولي الناديين، وحضرتك رحت المكتب لرئيس نادي الزمالك. يعني كان دوت يعني عمل أزمة كبيرة جدا داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، وأن حضرتك تصرفت دون الرجوع لأعضاء المجلس. لا هو انتوا اللي عملتوا الازمه، مش مش المجلس الاعلام اللي عمل المجلس. لا هو الموضوع ما كانش كده، الموضوع كان الموضوع بتاع مؤمن زكريا. كان مؤمن طبعا انتقاله من الزمالك للنادي الاهلي كان عمل يعني زي رد فعل جامد شويه، وكان مؤمن قال ان نادي الزمالك في حد بيطارده، وحس ان في حد بيطارده وهو ماشي وبتاع. دي استفزت رئيس نادي الزمالك. فطبعا كان هيتقدم بشكوى ان مؤمن ماضي لنادي الزمالك وما ينفعش يكون ماضي هنا وهنا. فكلمني الاخ والصديق والدكتور الجميل جدا انا بعتز بيه دكتور مدحت العدل، وده يعني اخويا وعشره طويله جدا. فبيقول لي محمد احنا مش عايزين يعني مش عايزين الدنيا، مش عايزين صداع، مش عايزين نعمل دوشه، ونخلي الدنيا ماشيه والدوري ماشي والبتاع. ايه الموضوع دوت؟ تعالى اقعد انا وانت النهارده ومشوار مرتضى ونخلص الموضوع ده. ففعلا كان في ميعاد ان احنا نقعد على بالليل، انا كان عندي ظروف معينه اتاخرت شويه يمكن على ميعاد ساعتين ثلاثه عليهم، وده طبعا مش عادتي يعني. فكان المشوار مرتضى روح البيت. فانا لما خلصت كلمت الدكتور مدحت قلت له معلش انا اسف جدا اتاخرت. قال لي هو روح البيت تيجي نروح له؟ قلت له نروح له طبعا انا اتاخرت. فروحنا البيت فعلا للمشا مرتضى الراجل مشكورا. قعدنا معاه في البيت اتكلمنا، قال لي انا مش مشكله لعيب عند راح عندكم خلاص الموضوع انتهى، بس ما يقولش النادي النادي الزمالك مش هيمشي ورا لعيب عشان يعمل له حاجه بتاع الكلام ده. فالولد لازم ايه يعتذر عن الحته دي، والموضوع خلاص ما نسحب احنا الشكوى بتاعتنا وكان شيء لم يكن يعني. الكلام ده طبعا كان متاخر بالليل شويه. انا كلمت الباشمهندس محمود الصبحيه قلت له حصل كذا كذا كذا، قال لي لا هم قدموا شكوى يا محمد، وانا واحنا هنقدم شكوى في العقود اللي موجوده عندنا وخلي الامور تاخد مجراها. قلت له كان في موعد ان انا اروح وعشان اقابل احمد مرتضى في الاتحاد ونخلص الموضوع دوت، والولد يجي ويعتذر عن ان هو قال الكلمتين دول، يعني ان هو مفيش حد كان بيمشي وراه ولا حاجه، بس الموضوع يعني كان احساسه بكده يعني. وهو كان خايف على نفسه يعني. فقال لي لا خلاص خلي الموضوع يمشي رسمي وخلاص، موضوع ابسط من بساطه يعني ومشي على كده. ندمت ان انت تصرفت من نفسك؟ لا مش تصرف. بص انا يمكن بطبيعتي بحب الامور تتحل وديا. يعني ما دام ممكن انها تتحل وديا تتحل وديا. وموضوع كان تحل ودي بدون وقف للاعبين عندنا او وقف اللاعب عندنا او وقف اللاعب لاعبين في النادي التاني، وكانت تتحل في ببساطه. بس انا غلطت نفسي برضه لتاني مره، غلطت نفسي في حاجه ان انا يعني خدت الخطوه دي دون الرجوع للمجلس ككل، لان ده طبعا حاجه كان اوريدي في شكوى متقدمه وده المجلس وشأنه. وطبعا انا يعني لازم احترم ولازم اكبر للمجلس وراي المجلس، العمر ما افرض واحد هيفرض رايه على مجلس يعني، ده اللي اتعودناه يعني. لا هو كمان اخذ برضه على المجلس ذوات ان بيتم اطلاق بعض التصريحات الفرديه، ويمكن تم منع بقرار مثلا كابتن طاهر الشيخ من اي تصريحات اعلاميه بسبب تصريحاته مثلا اللي اثرت مشكله لما كان هو رئيس بعثة. لا هو لا 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 هو يمكن لا هو لما كان رئيس بعثة يمكن الكابتن طاهر اتكلم
اتخذ أجزاء من الحديث واتعمل عليها يعني اتعمل عليها شغل. بس هو لو تشوف الحديث بتاعه ما فيش. كابتن طاهر طبعا آدم مننا كلنا في النادي الأهلي وعارف يعني ايه النادي الأهلي وعارف يعني ايه مجلس إدارة النادي الأهلي وراجل على دراية. هو ممكن نلاقي مجلس إدارة الأهلي موجود في نادي الزمالك. ما فيش مانع. ما فيش حد بيمنع حد. بس طبعا ممكن نلاقي حد في مجلس إدارة يعني او مجلس إدارة الأهلي موجود في الزمالك. نادي الزمالك موجود بكامل هيئته. اعرى يعني ولا موجود؟ لا خلاص انت كده جاوبت يعني. ده صعب جدا ان انتوا تكونوا موجودين يعني. لا يعني اصل نادي الزمالك وشأنه يعني. نادي الزمالك احنا يعني جاء زياره يعني. ما قبل كده كان قبل كده الكابتن حسن وانا في المجلس في الثلاثينات. انا لا 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 في الالفينيات. في الالفينيات كان في زياره لمجلس اداره نادي الزمالك. لا وانا عايز اقول لك على حاجه. اسلام انما كل مجلس اداره يمكن 90% من المجلس الحالي اصدقائنا جدا يعني. ما واضح بدليل ان انت ما حضرتوش النهارده. لا يعني النهارده لا يعني طبعا مجلس اداره نادي الزمالك. طب واحد حتى يروح مندوبا عن المجلس يعني النهارده مثلا رئيس نادي الزمالك انتقد ان انتوا وقال في تصريحاته للصحفيين النهارده ولسه جاي لي الكلام دوت ان انتقد ان هو وجه الدعوه ليكوا وقال ان انا وجهت الدعوه لمجلس اداره النادي الاهلي ومحدش حضر. لا بس عايز اقول لك على حاجه يعني. انا اللي مش باشمهندس محمود طاهر مش موجود طبعا مش موجود في مصر يعني فموجود بره. هل تفتكر ان المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي لو موجود كان ممكن يحضر؟ ده يعني دي المهندس محمود ليه حساباته برضه يعني. حساباته بعد الخناقه اللي كانت حصلت امام وزير الداخليه. لا يعني مع رئيس النادي الزمالك يعني هي ليها حساباته. بس يعني انا شايف ان دي نادي ده يوم نادي الزمالك. يوم نادي الزمالك يحتفل بيه. طب ما كان يعني في نجوم من النادي الاهلي. لا انا عايز بس اقول حاجه. خليني اقول على حاجه اديني فرصتي ان انا اتكلم. انا ده يوم نادي الزمالك ويوم لاولاد نادي الزمالك. هم اللي احتفلوا بناديهم. انا شايف اولا زي ما سمعت ان في تطوير بسم الله ما شاء الله حصل كويس جدا في جوه النادي. هم كانوا عايزينه فخليهم هم نادي الزمالك. ايه تواجد النادي الاهلي مع احترامي للي راحوا برضه من النادي الاهلي. انا نادي الزمالك بيحتفل بنفسه يعني مش بيحتفل ما فيش ايفنت مثلا معينه بيحتفل مش مقويه مثلا بتاعت نادي الزمالك عشان نروح نبارك له ونهنيه. كان نادي الزمالك بيحتفل بمنشاته. انا النادي الاهلي لما جيت بفتح مثلا بطور منشاتي وعملت مثلا فتحت مبنى الاسكواش عزمت الجهات المسؤوله. لما جيت فتحت الشيخ زايد يعني الزمالك اخطا ان هو وجه الدعوه مش اخطا يعني. انا بقول انا حساباتي كده. انا حساباتي ان نادي الزمالك النهارده ده يوم نادي الزمالك ويوم اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك ويوم لابناء نادي الزمالك ان هم يحتفلوا بالنادي بتاعهم. مش شايف ان دوت بيزود التعصب لما لما يزود التعصب ازاي الزمالك او النادي الزمالك. انا بقول لك انا واحد من جمهور النادي الاهلي. لا انت واحد من جمهور النادي الزمالك وانا عارف مثلا ماشي. لا لما اجي اشوف ان النهارده مثلا مجلس ادارتي ما راحش لنادي الزمالك دوت هيخليني ان انا اشتم لعيبه نادي الزمالك في المدرجات. مشكورة. انا اولا يعني انا ما تلقيتش ومتقريش مش عارف ما شفتش دعوه. انا بتاعت مجلس الاداره ما تلقيتش دعوه. بس ايا كان المشرف الطاهر لو بعت دعوه مشكوره انه بعت الدعوه. بس انا من وجهه نظري ان ده يوم للنادي الزمالك يحتفل بيه. هم اولاد نادي الزمالك يحتفلوا بيه. ده حاجه ليهم معموله ليهم هم يحتفلوا بيهم. شايف ان تكريم نادي الزمالك للراحل صالح سليم ده بيحرج مجلس إدارة النادي الأهلي؟ يعني زوجة الراحل صالح سليم كانت موجودة النهاردة في نادي الزمالك وتم تكريمها وتم تكريم اسم الراحل صالح سليم. ده بيحرج مجلس إدارة النادي الأهلي؟ حرجوا في إيه؟ ان كنتوا ما عملتوش او ما قدمتوش على خطوه زي دي. انا بكره لو عندي مثلا انا ايفنت معينه وعندي احتفال وجبته هكرم اسمه وقيمه وقامه كبيره جدا زي المرحوم محمد حسن حلمي. دي هيحرج نادي الزمالك؟ وانا جيت احتفلت وانا جيت عديت عايز ادي مثلا جايزه ولا حاجه او ادي اكرم اسم كبير جدا زي عمنا جورجي سعد يبقى انا كده بقلل من نادي الزمالك؟ بالعكس. الناس دي تاريخ. الناس دي بتتكلم في تاريخ يعني. طب انتوا ليه ما كرمتوش مثلا بلاش بتوع الزمالك يعني. ما كرمتوش ليه مثلا حسن حمدي؟ ما حضرش ليه مثلا في افتتاح فرع الشيخ زايد؟ لا ازاي 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 ده كله كان بتوجه الدعوه طبعا. يعني اما انا عارف ان توجه الدعوه بس ما نعرفش ما زي ما انتوا عملتوا مع الزمالك كان حسن حمدي قبل كده يعني. ما حضرش. لا انا بقول لك انا ما اعرفش ايه الظروف كان الكابتن حسن يعني. الكابتن حسن لو كان رمضان يعني بص ايا كان هو ان يكون كابتن حسن هو الكابتن حسن. كابتن حسن قيمه وكابتن حسن
اعظم الرؤساء اللي رأست النادي الاهلي على مدار التاريخ. حسن حمدي طبعا، من صالح سليم. ايه انا بقول من اعظم الرؤساء اللي رأس النادي الاهلي طبعا. من كابتن حسن، كابتن حسن يعني مدرسه لوحده. مدرسه. هو الكلام على ان كان بيستمد قوته من ادارته لوكاله الاهرام للاعلان وصرفها على النادي الاهلي. بص انا ما شفتش حد في الدنيا بيستحمل قد الكابتن حسن حمدي. واحنا اتعلمت منه كتير جدا، انه كان تبالي في الحاجات دي يقول لك ارمي ورا ظهرك على طول. لو انت مش هتقدر تشيل كل اللي عايز يتكلم اتكلم وهو ماشي في الطريق بتاعه. لكن ما حدش النهارده وبعد 100 سنه يقدر يشكك في حب وولاء واخلاص وانجاز ونجاحات الكابتن حسن حمدي. شايف ان عشان بس ما ناخدش من زيت اخر سؤال ليا الالتراس وعلاقه حضرتك بيهم. يعني شايف ان النادي الاهلي فشل في احتوائهم وفشل في ان هو يحتويهم خلال الفتره اللي فاتت؟ لا اقول لك على حاجه، هو حصل في الفتره اللي فاتت دي حصل، هو حتى جوه الاولاد كمان حصل لخبطه في شويه في الكبار بتوعهم، يعني حصل الكبار بتوعهم وحصل يعني ايه، ومع كمان مع الوقت اللي فيه ما فيش اتمنع فيه منع ممنوع فيها الجمهور بالكامل، تم تاسيسه ان هم يخشوا، لا البعض والبعض ده بره الموضوع خالص. يعني ما هم ينتمون للنادي الاهلي لم يتم تاسيسهم ولن يتم تاسيسهم. دول ناس عاشقه للفانيله الحمراء وعاشقه للكيان بتاع النادي الاهلي. ممكن نلاقي الجمهور راجع تاني ازاي، او ممكن الجمهور يرجع مره تانية للملاعب ازاي؟ ده لازم يرجع للملاعب، واحنا كده دي ماتشات كوره ودي ملاعب، انت داخل عزا مش داخل ملعب كوره. يعني بجد وحياه ربنا اسلام انت بتخش وفي ماتش من غير جمهور ازاي؟ وانا سعدت جدا بكلام معالي رئيس الوزراء النهارده ان الجمهور راجع في اقرب فرصه. بجد احنا عايزين كوره. انت خلي بالك احنا يمكن 60 70% من ان احنا مستوانا يمكن بعيد شويه وبعد جمهورنا عنا. احنا 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 كده، احنا زي الزرع وجمهورنا ده الميه. احنا مش يعني جمهورنا ده الاساسي بالنسبه لنا. انت النهارده بيجي لك اي حد بيجي لعبك سواء فرقه من جوه فرقه من بره بيعمل 100 حساب للجمهور بتاعك قبليك. وبعد كده انت يمكن الجمهور بتاعنا ده اللي بيخليك تكسب في الدقيقه 93 والدقيقه 95 واللي وراك وبيسافر وراك في كل حته. النهارده احنا هنا وفي جمهور معانا في المغرب. وسافر ورا فرقته بيروح ادغال افريقيا. بيروح بيسافر سفر داخلي. انا شفتهم في كاميرون في جروه يعني. شوف انت في حتت قد ايه بيسافروا بال 10 12 ساعه في حتت خطيره جدا ورا النادي الاهلي. الناس دي ماتت يا جماعه عشان خاطر النادي الاهلي. بتحمل انت من ماتشات النهارده. احمد فتحي في النادي الاهلي السنه الجايه ولا لا؟ الله اعلم. لا بلاش. الله اعلم والله. جده خارج النادي الاهلي السنه الجايه ولا لا؟ جده لسه قدامه سنه في لسه قدامه عادي. استبعاده من القائمه الافريقيه بيؤدي للاطاحه بيه؟ لا لا، هي حته استبعاده برضه دي حته اعلاميه شويه، لان هو طبعا جده مع الاصابه مع التاهيل ما كانش في القيد الاولاني، في قيد تاني موجود. احمد عبد الظاهر هيروح انبي السنه الجايه؟ الله اعلم، دي شغل الكوره لسه. الله اعلم. انا بقول لك دي شغل الكوره لسه لسه يعني ايه. ولا انت راجل بتاع الصفقات؟ ايوه يعني لا انت بتكلمني في شغل مدير فني او شغل مشرف على الكوره ان هو او لا الجهاز الفني اخطا باستبعاد عماد متعب مع الظروف. او لا لا اخطا لا طبعا ما اخطاش لا طبعا لا طبعا طبعا في حاله عدم فوز النادي الاهلي بالدوري جريده هيستمر؟ بص ديت ليها تقدير مجلس الاداره بقى وشانه بيقيم بياخد الموضوع ككل. او لا جريده ارضى طموحات النادي الاهلي لغايه دلوقتي وجماهيره ولا لا؟ لا لا انت ما تيجي انا لسه بقولها لسه هتكلم انا بقول لك اداريا الراجل ماشي وبيعمل بيعد فرقه كويسه جدا. جماهيريا واعلاميا اللي انا شايفه ردود الافعال وان انا طول ما انا ماشي في الشارع ما فيش حديث اي حاجه في الدنيا الا جريده. هو عمل سبرنت واحد بعد ما عماد متعب جاب الجون في الكونفدراليه. بس هيعمله تاني. شايف ان الاهلي هياخد دوري ان شاء الله باذن الله. نتمنى ولسه دينا بنشوف يعني لو كان في العمر بخير نشوف ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا حاج محمد، شرفتنا. انا سعيد جدا وكنت مستمتع بيك. وانا كنت مستمتع بيك مع انك انت تعبتني شويه بس معلش. ربنا يخليك. بشكرك يا حاج محمد ودايما يكون في لقاءات ثانيه باذن الله ان شاء الله باذن الله. بشكركم وتابعوا واحد من اهم نجوم الكره المصريه ومن اهم نجوم نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك الكابتن خالد الغندور مع محمد عباس في حصاد النهار بإذن الله بعد ما ننهي. السلام عليكم.